عروسة في العمارية ويا لالا. كنبغي نقول لكم صراحة هذا برنامج رائع جدا جدا وتبارك الله عليكم، ودائما أصوات ما تخيبش، الدم ديالنا دائما في تطور وعنده جديد، وكنقول ألف مبروك للعرسان ديالنا مسبقا. أنا سعيدة أولا لأني غنكون معكم في البرايم الأخير اللي غيكونوا فائزين فيه إن شاء الله واحد من العرسان اللي معنا، وسعيدة كذلك لأني غنكون في تواصل مع الجمهور المغربي من جديد. كنشكركم مرة أخرى لأنني غنكون معكم إن شاء الله في البرايم الأخير. مرحبا. وتحية كبيرة ليك وتحية لكل العرسان اللي معنا والفنانة المغربة، كنحييهم ونوجه لهم تحيات. تبارك الله عليكم، وكنقول كذلك لكل مستمعي أصوات، تناولي إن شاء الله يوم الجمعة في الفاينل مع أحلى 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 عرسان.